السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله احنا النهاردة 3/8 ولا زلنا في سلسلة فيديوهات مشاة الفراولة. مشهد النهاردة اللي كنا واقفين فيه من 15 يوم بنفس اللقطة بنفس المكان واللي كان بعنوان المشهد في الأرض التقيلة الصمراء عالية الملوحة. نشوف النتيجة النهاردة المشهد بعد 15 يوم من الشغل، ايه النتيجة بتقول ايه. المشهد اللي كنا فيه من 15 يوم وعملنا فيه فيديو بعنوان المشتل في الأرض الصمرة التقيلة عالية الملوحة، دي النتيجة فيه النهاردة بتوفيق ربنا بعد 15 يوم. دي النتيجة بعد توفيق ربنا بعد 15 يوم. أهو تبارك الله تبارك الله تبارك الله. 15 يوم في الفيديو اللي هو كان بعنوان المشتل في الأرض التقيلة السمرة عالية الملوحة. قلنا ان هو كان ساعتها محضر الأرض ويزرعها بطاطس خلالنا خدمة تقيلة ولظروف معينة. دي النتيجة بعد 15 يوم اهو، نفس المكان نفس الشتلة. احنا النتيجة ديت بعد 15 يوم من الشغل، 15 يوم من الشغل مشتل في ارض ثمرة تقيلة عالية الملوحة. شفنا السعد عامل ازاي في الشتلة، تبارك الله اكبر، ربنا يزيد ويبارك يا رب، ربنا يسدد معاليهم. ده شغل 15 يوم كلفوا صرفوا نفذوا برنامج. دي الارض اللي كانت مخدومة عشان تزرع بطاطس، وبعدين يعني لما لقى بتاول بطاطس غالية زرع مشتل الفراولة. طبعا كان خدمها خدمة عالية، سباخ بلدي بكمية عالية خالص، ارض سيئة الصرف بنلف فيها كلها في كل المستويات اهو. دي النتيجة بعد 15 يوم، هنلف في الارض كلها بكل المستويات، ما بنناقش حته ونسيب حته. دي النتيجه بعد 15 يوم، دي النتيجه بعد 15 يوم بنفس اللقطه بنفس المكان اللي احنا اشتغلنا فيه، صورنا فيه من اسبوعين اتنين في نفس المكان نفس الخطوات. دي النتيجه بعد 15 يوم، دي النتيجه بعد 15 يوم اهو. دي النتيجه معانا اهو يمين وشمال اهو. دي النتيجه معانا بعد 15 يوم. قلنا ارض صعبه، ارض تقيله قويه صحيح وغنيه بس تقيله فيها مشاكل كتير اهو. شفتوا السعد يمين وشمال، شوف هو اهو. دي النتيجه بعد 15 يوم من الشغل، ربنا يسدد معلوم يا رب. اهو صرف كلف 15 يوم ارض خلاص احنا اجبرنا عليها ونزلناها، ويعني قدر الامكان دي النتائج اللي احنا قدرنا نحققها فيها خلال 15 يوم من الشغل. اهو كل المستويات معانا، كل المستويات معانا، ما بنقيش ما بناخد حته ونسيب حته، كل المستويات معانا بحلوها بمرها. دي اقصى نتيجة قدرنا نوصل لها بعد 15 يوم. ارض سيئة الصرف تقيلة مريحتها عالية، شايف الملوحة لونها المصطبة عاملة ازاي؟ شايف الملوحة لونها المصطبة عاملة ازاي؟ اهي ارض تقيلة ما بتصرفش بعد توفيق ربنا. دي اعلى نتيجة قدرنا ناخدها بعد 15 يوم. تبارك الله، ربنا يسدد معلوم يا رب. الأرض كلها بحلوها بمرها، حتت الاستجابة استجابة 10/10 والحتت الاستجابة ضعيفة للبرنامج اللي اتعمل اهو اهو. ما بنزوقش قلنا، ما بنختارش أماكن تبقى أماكن، لفينا المشتل كله، مشتل من الأراضي الصعبة، الأراضي اللي يبقى فيه تفكير فيها ألف مرة قبل ما نعمل فيها مشتل. بص الأرض كده عاملة ازاي ما بتصرفش اهو.
دي اعلى نتيجه ممكن قدرنا ناخدها اهو.